سلم من ثلج. الحلقة 32. لما أيقنت سعاد الشاقوري من أن محمود الهراق لن يتزوجها، علمت أنها خسرت كل شيء. خسرته هو الذي راهنت على حبه، وخسرت عائلتها التي رفضتها بعد أن عارضت تلك العلاقة غير الشرعية التي كانت تقيمها مع ذاك المنعش العقاري الذي تعود على استبدال العشيقات كما يغير ملابسه. كذلك انتحرت سعاد بأن شنقت نفسها بحبل ربط إلى سقف بهو الشقة. تولى البحث في مقتلها العميد رفيق المثنى. كانت المعاينة الأولية قد دفعته إلى الاعتقاد بأن شخصا ما ساعدها على وضع حد لحياتها. في غياب كل دليل على أن سعاد انتحرت، فإن الشكوك كلها تركزت حول محمود الهراق الذي اعترف بعلاقته غير الشرعية مع سعاد، ولكنه نفى بشدة أن يكون له أي يد في مقتلها. تم تسجيل أقوال الرجل في محضر قانوني، وسئل عن برنامج عمله خلال الأيام الأربعة التي سبقت مقتل سعاد. قبل أن يغادر الشقة وبعد أن أنزلت جثة سعاد ونقلت إلى المستودع البلدي للأموات، لاحظ العميد رفيق المثنى وجود الهاتف المحمول. أخذه، ولما شغله اكتشف الرقم الأخير الذي اتصلت به، ثم لاحظ أنها تركت رسالة صوتية لصاحب ذلك الرقم. لم تكن سوى شقيقة سعاد التي استدعيت إلى المفوضية وطلب منها استقدام هاتفها المحمول. ما أن حضرت أخذ منها هاتفها وتم الاستماع إلى الرسالة الصوتية. كانت سعاد تبلغ أختها بأن محمود الهراق يهددها بالقتل إن هي طالبته بالزواج مرة أخرى. كان الموقع الاجتماعي لمحمود يحتم التعامل مع هذه القضية بكثير من التبصر والتريث، ولكن الوضع مختلف الآن. فالهالكة تركت رسالة صوتية تذكره فيها بالاسم وتقول إنه هددها بالقتل. حصل العميد على إذن من وكيل الملك بوضع محمود رهن الحراسة النظرية. لم يجد العميد المثنى ما يفسر تشبع سجاد الصالون بالماء، فقام باعتصار كمية من المياه من السجاد، كما أخذ عينة من الماء من صنبور الشقة وبعث بالعينتين إلى المختبر. بعد يومين جاءت النتيجة تؤكد أن الماء الذي اعتصر من السجاد مصدره بئر طبيعية لأنه خال من الكلور. تم إرسال عدد من المفتشين للبحث عما إذا كان في الجوار بئر ماء، ولم تأتي التحريات بجديد. وكاد الباحثون يفقدون الأمل لما التقى أحدهم بالحارس الليلي للعمارة. لما علم بمقتل سعاد أبدأ أسفه وقال إنها لما التقاها في المرة الأخيرة طلبت منه أن يساعدها على حمل عدة قطع ثلج كبيرة إلى شقتها. على الفور نقل الحارس الليلي إلى مقر المفوضية حيث مثل أمام العميد المثنى. حكى كيف ساعد سعاد الشاقوري في المرة الأخيرة التي رآها على حمل قطع ثلج كبيرة إلى شقتها. قال إنها 7 أو 8 قطع من الثلج كتلك التي يأتي بها السماكون إلى محلاتهم من المرسى، كانت ثقيلة. أكد أن المرأة أعطته 200 درهم. بالنسبة للعميد فإن ما قاله الحارس الليلي ربما قاد إلى معرفة السر وراء البلل إلى حد الإشباع في سجاد الصالون. هو يعلم أن معامل الثلج عادة ما تأتي بالمياه من الآبار. تم تكليف عدد من المفتشين بالبحث عن المكان الذي اشترت منه سعاد الثلج، وقد كان في جملة التعليمات أن يأتي المفتشون بعينات من الثلج من كل مصنع. وهكذا بعد تحليل تلك العينات تم الاهتداء إلى المصنع الذي اشترت منه سعاد قطع الثلج التي نقلتها إلى شقة شارع الزرقطوني، وتعرف صاحب المصنع على سعاد من خلال الصورة التي قدمت إليها. كان محمود الهراق قد أمضى 3 أيام في السجن، كان المشتبه فيه الوحيد في مقتل سعاد. كانت المعطيات المتوفرة توحي بأنه إن لم يكن من قتلها فإنه سيكون من ساعدها على الانتحار. تبين العميد المثنى أن ما بلل سجاد الصالون هو الماء الذي نتج عن ذوبان الثلج. في الآن نفسه بين الفحص الدقيق للحبل
الذي وجدت جثة سعاد معلقة به أن المرأة الشابة انتحرت، كان اتجاه شعيرات الحبل يدل على ذلك. وتأسيسا على الخلاصتين، انتهى العميد إلى أن المرأة الشابة انتحرت وأنها استعملت قطع الثلج لتبلغ حبل المشنقة التي نصبتها لنفسها، وأنها أرادت أن تمحو كل أثر للوسيلة التي تسلقتها، ولذلك راهنت على ذوبان قطع الثلج، في حين كان غرضها من الرسالة الصوتية التي تركتها لشقيقتها أن تجعل تهمة القتل ثابتة ضد عشيقها محمود الذي رفض الزواج منها. تلقى العميد المثنى من الوكيل العام للملك أمرا بأن يختم التحقيق وأن يقدم محمود الهراق أمام قاضي التحقيق. في باب مكتب القاضي كانت تنتظره المحامية عليا بن ناصر التي تنوب عن النقيب محمد الموضوع الذي كان محمود قد وكله للدفاع عنه. تردد في تقبل الأمر، لم يكن مقتنعا بأن دفاعه امرأة. في نهاية الأمر لم يكن لديه من خيار غير القبول. طالبت الأستاذة بن ناصر بالإفراج عنه لانعدام الأدلة على تورطه في فعل إجرامي، وقد استجاب القاضي لطلب تمتيعه بالسراح المؤقت على أن يدفع كفالة مالية. غادر المحكمة ترافقه المحامية الشابة التي ودعته وامتطت سيارتها بعدما طلبت منه ألا يغلق هاتفه لأنها قد تحتاج إليه أثناء كتابة مذكرتها للدفاع عنه. لم يستسغ محمود الهراق المنعش العقاري الشهير ذلك، بدت له المحامية الشابة مختلفة عن اللواتي التقاهن من قبل. بعد أسبوعين كانت الأستاذة بن ناصر ترافع عنها. في تلك الجلسة تمت تبرئته من قتل سعاد الشاقوري. دعا المحامية الشابة إلى العشاء في أحد المطاعم الشهيرة، وافقت، حضرت في كامل أناقتها. دار بذهنه أنه سيستطيع إضافتها إلى قائمة عشيقاته. لما نهضت بعد العشاء دعاها إلى شقته، قالت له إنها اعتبرت العشاء عشاء عمل، أما إذا كان يسعى إلى غرض آخر فليعلم أن لا منفذ إليها غير الزواج. كانت طلقتها الأخيرة. ملفات بوليسية.